نطق عند الأطفال، ويمكن بكثير أوقات بيستغرق الطفل ليصبح من جنين لإنسان كامل 12 شهر، وخلال هال 12 شهر أيضا ممكن أنه يتعلم مهارات مع الوالدة، ولكن بس يبلش بالطفولة رح يبلش طبعا يعمل كتير قصص، والوالد كتير تساعده لحتى يبلش أولى خطواته باكتساب أهم المهارات واللي هي يمكن النطق. وأكتر شغلة بتزعج الأمهات دايما شو هي يا عفاف؟ أنه بيقول بابا بدل ما يقول ماما، بتضل هي عم تعلم فيه وما بنعرف السر. هلأ يمكن نعرف السر من ولا اليوم معظم الأمهات بتركز بأول 12 شهر من حياة الطفل على الرعاية الصحية بس والنظام والأكل، بيفكروا أنه بس خلص هذا الشيء هو اللي لازم نركز عليه بحياة الطفل، وبينسوا التركيز على المهارات وكيف ممكن يحفزوا المهارات عند طفلهم يلي ممكن كتير يكون عنده مهارات ولكن ما ممكن أنه يركزوا عليها. من خلال فقرتنا اليوم التربوية رح نركز على المهارات يلي بتكون عند الطفل خلال 12 شهر الأولى، ونعرف كيف ممكن نحفزها. طبعا لكل أم هذا الحديث، واليوم مع اختصاص اختصاصية علاج النطق وتقوية الكلام عند الطفل الاختصاصية ولاء الحسن رح تخبرنا كتير تفاصيل. يسعد صباحك. صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم، ويمكن المهارات كتير شيء مهم عند الأطفال، ولكن هي يمكن كتير الكل بيسأل عليها، ليش الطفل بيستسهل يقول كلمة بابا قبل ما يقول ماما؟ طبعا. شو السبب؟ حنحكي عن هدول المراحل، هدول بدنا نبلش لما نحكي إن الطفل بلش هون عندنا مرحلة نطق الأصوات وتطويرها لحتى تبلش كلمات وظيفية مثل بابا لما بده ينادي أو ماما. حنحكي عن هدول المراحل، بس بالبداية خلينا نحكي ونركز على فكرة السنة الأولى، وليش توجهنا اليوم نحكي عن الطفل اللي هو مرحلة البيبي ومرحلة الرضاعة، مرحلة قبل السنة. تمام، لانه هي مرحله مثل ما ذكرتي تفضلتي حضرتك انه هي تكون الام تشهد كطفل جديد عندها، انه هو اهم شيء هلا قدم له الرعايه الصحيه، التغذيه، موضوع النوم وغيره، وبتشهد كثير امر مهم وضروري، وصراحه هو موضوع النطق واللغه عند هذا الطفل. حتستغربي انه انا من هذا العمر ممكن بلش مع الطفل بمهارات الكلام واللغه. طبعا ايه، لانه الطفل ببلش بيكتسب الاصوات من اول يوم من عمره، ببلش يكتسب هذا المهارات النطق اللي هو حتاسس للمراحل الثانيه. فكثير في امهات بتفكر انا لازم ما احكي مع هذا الولد انه هو لسه ما بيفهم علي. صحيح. للحقيقه نحن هي اول مرحله الطفل، نحن بالشهور الاولى بنبلش بنشوفه اول شيء اذا هو سماعيا عم يحسن هذا الطفل يستوعب، حتى اذا كان في عندنا مشاكل سمعيه ممكن نكتشفها باول فتره. لما انا بتبلش بتفاعل مع الطفل بيهدى لما بيسمع صوتي، دليل انه هذا مدخل السمع عنده سليم، الطفل بلش يميزني، بلش يتعرف علي. فالحواس نحن بالنسبه للطفل الرضيع بتكون هي مكتمله لما بيخلقوا، في بعض الحواس بتكون لسه ما كانت مكتمله كامل مثل القدره البصريه، فبنشوف الرضع ببلشوا بحاسه السمع بتتطور عندهم باول فتره، تمام، لحتى يبلش هو يتعرف على امه. ولكن نحن ليش بنركز على كمان على مهارات القدره البصريه عند هذا الطفل؟ لانه بالفتره الاولى هو لسه مهاراته ما اكتملت من ناحيه الصوره، فبصير بشوف شغلات ضبابيه اكثر وما بيميز الالوان. فهون بيكون عندنا مرحلة التفاعل الأم مع هذا الطفل، وتكون بطريقة غير مباشرة، هي ما أنا منتبهة مرحلة الرضاعة عم تحطه وترضعه، فبتكون قريبة منه، فهي عم تتفاعل، وهذا دليل إنه هي عم بتعرف الطفل على أمه عن طريق هاي المرحلة. فبنركز نحن كأخصائيين نطق إنه التفاعل بالمرحلة الأولى مع الطفل ضروري يكون وش لوش لحتى هو أكثر يميز هاي الملامح، أكثر يتعرف على أمه، وهي مهارة أساسية. نحن نعرف إنه النطق بيعتمد على موضوع القدرة البصرية وطريقة التواصل مع الأشخاص عن طريق النظر لحتى نحسن نكمل هي المهارات. بالمراحل الثانية اللي احنا حنشوف الطفل بلش يتطور عنده مهارات النطق، يعني مرحلة المناغة على الأربع شهور بلش نشوف الطفل تظهر عنده مرحلة المكاغة، فهو بلش يطلع أصوات. هون مهمة الأم بهي المرحلة إنه هي تحاول تساعده وتقلده، تمام، لأنه هون صار في استجابة، هو حس عنده صار في شريك للتواصل. في كمان مرحلة حساسة وكثير الأمهات الجداد ببلشوا فيها بيسمعوا من غيرهم إنه تتركي الولد عم يبكي، لأنه إذا استجبتي له، لا حتى إنه إذا استجبتي له فأنت عودتيه إنه كل ما بده شيء يضل يبكي، وعودتيه إنه دائما يطلع ولد بنق، تمام، فإنه لا طنشيه لأنه أنت هيك الولد خلص بيتعود إنه مو كل ما بكي بدي يرد علي. بصراحة هي كلها غلط، لأنه للحقيقة هو أول شيء بتواصل فيه الطفل وبيعبر عن احتياجاته عن طريق البكاء. فأنا لما بستجيب له فأنا دليل إني أنا عم طور عنده مهارة التواصل، لأنه فيما بعد حيأسس لي مهارة تواصل تانية وجديدة ومتطورة للإشارة.
هي الإشارة، تمام؟ بعد هيك الأصوات اللي هي أصوات لسه غير مفهومة عنده، وبعد هيك حتبلش بمرحلة البقبقة، اللي هو مرحلة أنت بتقولوا إنه ليش عم يقول بابا، وهي صراحة هي اسمها لعب بالقناة الصوتية، فهي أول صوت يصدر من الطفل هو صوت البا، فبده يبلش يعملها مقاطع صوتية فهتطلع با با با، فنحن بنفكر إنه الولد عم يقول بابا، فلين هو عم يدور القناة الصوتية. منيحة قلتي إن شاء الله، تمام؟ فهو ما عم يميز لسه لا البابا ولا الماما، هو بالنسبة له مرحلة أولى للتواصل، فبيبلش بيقول البا با با لحتى نبلش بعدين نستخدم الماما، وبعدين بلش نطلع اصوات جديده، والطفل حسب هون بقى كل طفل قديش بيطور من الاصوات. بعد هيك لازم ننتقل لمرحله الكلام الوظيفي اللي حتصير بيقصد البابا، بيقصد الماما، وبيقصد البو وغيره، تمام؟ فهي مراحل تطور النطق بالنسبه لهذا العمر. طيب هلا يمكن اعطيتينا كثير من المعلومات وجاوبتينا على كثير من الاسئله، خلينا نعرف مدى خطوره عدم التركيز على مهارات الطفل والتركيز بس على الغذاء الصحي والنظافه والى اخره، شو خطوره هالشيء؟ شو ممكن يؤدي لبعدين؟ بالنسبه لنا السنه الاولى هي سنه التطورات كلها، فلازم الام تكون كثير حريصه على تطور الطفل من كل النواحي، يعني مثلا موضوع الزحف والمشي المفروض هي تكون مركزة على هذا الموضوع، تعرف الأعمار المناسبة اللي هو ابنه بده يبلش يعمل هاي عمليات وينتقل لهي الحركات، حتى من مرحلة صغيرة يعني من عمر الشهر والشهرين وثلاثة، أنت الطفل ببلش بيثبت رأسه، أنت بلش يرفع رأسه، هي المهارات الحركية كيف بدها تتطور وكيف تسلسلها. أي تأخير بالنسبة لنا بهدول القصص بيأخر لنا المهارات الثانية، حتى موضوع الأكل إحنا بنشوف إنه الأم بهاي المرحلة بعمر الست شهور بتبلش بتدخل الطعام الصلب لطفله، فنحن إيه لازم نبلش نهيئ جهاز النطق، لانه نحن عم نمرن موضوع المضغ، البلع، كل هي الامور اللي هي بتساعد بعد فتره على موضوع الكلام حتى هو بلش ينطق ويصير عندنا اداء نطقي صحيح. فكل مرحله بمراحل معينه في عندنا مهارات لازم الطفل يبلش يشتغل عليها والام تساعده فيها لحتى نحن نعرف اي تاخير بالنسبه لنا حيأخر المهارات الثانيه. يمكن في ملاحظه اساسيه بالنسبه لنا، اذا نحن الام لازم تكون منتبهه انه موضوع فهم الكلام، المفروض الطفل نحن بعمر صغير يبلش يستوعب، اكيد ما حيبلش يحكي قبل السنه، تمام؟ غير اصوات بسيطه وكلمات كثير صغيره، بس نحن استيعاب لازم يكون نسبته اعلى. فلما هي الام على عمر 8 شهور تعمل للولد مثلا باي، هو المفروض يعطيها هي الاستجابه، يبلش يتفاعل معها، هي دليل انه انا عم بفهم شو عم تحكي. وفي ملاحظه دائما نحن بنقول للام انه لما بدك تحكي مع الولد طبعا لازم تحكي لو ما بيفهم عليكي، بس كيف بدك تحكي؟ ممنوع تحكي قصص، يعني في امهات بتقول لك انه انا عم بحكي كل النهار مع الولد بس هو ما استفاد من كل سلسله الاصوات اللي هو عم توصله وما انا مفهومه له. لازم يكون عندنا كلمات منفرده واضحه، تمام؟ وبتتنغم بتتنوع بطريقه النطق معه. ليش؟ لانه هو لا عم يعرف امتى عم تبلش الكلمه ولا امتى عم تخلص، هي مجموعه تسلسل اصوات عم توصل لاذنه لسه ما انا اي مفهوم عنده. بس لما انا بستخدمهم بطريقه منفرده، لما مثلا بسمي له اسم معين او بعطيه كلمه معينه يحفظها، فانا لازم تكون بطريقه دائما متكرره وما يكون في قبلها كثير حكي وبعدها كثير، يعني هذا حشو الكلامي ما بيفيده للطفل ابدا. فهي كمان مرحله مهمه لازم الام تكون هي تركز عليها، انه انا لما بدي اعطي نطق للطفل اعطي كلمات بوضوح بطريقه منفرده لحتى يفهم، مثل اليوم نحن عم نتعلم لغه جديده، مو معقول انا اسمع مجموعه كلمات ما اعرف من وين بلشنا ومن وين خلصنا، وهيك بالنسبه له الطفل. وبعد هيك هي الكلمات بلش نربطها بالاشاره، في كثير امهات بتوقف فكره اشاره انه مشان ما يستسهل الولد انه يحكي بالاشاره، صراحه هي ممكن خاف منها من بعد لما يطور الطفل كلام وبلش يستخدم الاشاره، احنا بنقول ما بتستجيبي له لما عم يستخدم معك اسلوب الاشاره، ولكن بالمرحله الاولى الطفل عم يتعلم الكلام، شو هي المفاهيم بالنسبه له بدون ربط؟ يعني انا لما بقول باي اذا ما ربطت بحركه باي ما حيستخدمها وما حيفهمها. بقول مثل ما قلنا التطور تبعه بعد ما طورنا موضوع البكاء بلشنا نعطي اشارات، فهي مرحله من مراحل التطور لحتى يتفاعل معي، فكمان لازم يكون في عندي ايحاءات وايماءات بطريقه الكلام معه. اكيد. طيب استاذه ولاء، كثير اوقات في اخطاء بيرتكبها الاهل اثناء محاوله تعليمهم لاطفالهم بعمر السنه، واللي هي مثل ما قلنا بالبدايه يمكن انه انا ما بعطي اهتمام شو عم يعطيني اشارات. قد ايه ممكن نكتشف يمكن مشاكل بالنطق، ممكن نكتشف شغلات كثير عند الاطفال بعمر صغير طبعاً ما نكون منتبهين عليها، وللاسف انه ما بينتبهوا لها ليقطع الطفل عمر السنه والسنتين ويقول لك ابني ما حكى
او ابني ما عم يتفاعل معي، فنحن دائما بنقول ما تنطروا انه هو اللي يبلش يحكي الكلام، بلشوا تفاعلوا معه. دائما نسال عن العوامل البيئيه اللي عم يعيش فيها هذا الطفل، يا ترى هي البيئه هو غنيه من الناحيه اللغويه، غنيه من ناحيه الادراك، من ناحيه حتى التفاعل مع هذا الطفل، ولا هو طفل متروك. في كثير هلا امهات عم تلجا لموضوع انه هي ملتهيه او عندها شغل، فهي حاطه الولد على التلفزيون باعتقادها انه انا هيك عم علمه الكلام او عم علمه انه هو يغني او غيره. للحقيقه هي لا انه معلم الاول، ولا هو الطريقه للتعليم الطفل، لا النطق ولا اللغه ولا اي شيء من هذا الكلام. نحن بمرحله السنه هي مرحله التفاعل، ومثل ما حكينا نحن مرحله تطور الادراك والاحساس عنده، فكل شيء فيه ملامسات هذا بفيده. حتى نحن بنقول على عمر الاربع شهور الام تبلش تدخل الالعاب اللي بتصدر صوت، حتى لو غنت له، حتى لو تفاعلت معه، هذا كلياته هي بتنمي مهاراته من الناحيه السمعيه والانصات والاصغاء اللي هو ضروري بهي المرحله. فهم كل شيء هو نحن عم نعمله، بالإضافة إن إحنا عم نحفز أصوات ما كانت موجودة بلشت تصير عنده عن طريق اللعب وعن طريق التفاعل. أكيد يعني خلصت وقتنا معك أستاذة، وإن شاء الله هيك كل المشاهدين يكونوا استفادوا من النصائح. شكرا لك. شكرا لكم كلكم. أكيد شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك.